قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه لنا، وفيه كذلك تخويف من أمور عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على المبادرة بالأعمال الصالحة، يعني الإسراع بالأعمال الصالحة. قال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا. والأعمال الصالحة هي ما كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى في شأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالعمل الصالح ما كان خالصا لله تعالى، خالص من شوائب الشرك، كل أنواع الشرك. الشرك الأكبر المخرج من الملة، وكذلك الشرك الأصغر. العمل يكون خالص لوجه الله عز وجل، ما يكون فيه رياء ولا سمعة، كما قال الله تعالى عن الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله، أي نريد بهذا العمل وجه الله، يعني نريد النظر لوجه الله عز وجل يوم القيامة. هذا قول من الأقوال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ده هو العمل الصالح يا اخوان، ده العمل الصالح، انه يكون خالص لوجه الله عز وجل. انت ما داير منه من احد من المخلوقين، ما داير من وراء هذا العمل شيء، انما تبتغي الاجر من الله تبارك وتعالى. ودي مسألة مهمة اخواننا، لابد نراجع انفسنا في هذا الامر. لازم شغلك كله يكون لله عز وجل، كله من أوله إلى آخره، إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى. كذلك تحرى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شان يكون العمل صالح. فلو عملت عمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده ما مقبول عند الله، ما مقبول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، أي إلا ما كان خالصا صوابا. مهما عملت من البدع، لو بكيت بكيت لما انكبيت دموع مليت لك جرد الكامل، والعمل ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مردود عليك، ما مقبول عند الله عز وجل. يقول لك: يا أخي معقولة بعد الخشوع ده كله؟ الليلة بتلقى ناس، الواحد بيخشع للباطل أكثر من الحق، والله العظيم. يعني تفتح له سورة يوسف مثلا تلقى قاعد ويحكيك راسه، ممكن التلفون لو دق يقول لك: وطي 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 الصوت، يبقى وطي الصوت عشان ينضم. أي تمام، أي بعد ما ينضم ممكن ما يقول لك علي الصوت، يقول لك خليه كده ساعة فساعة، يقول لك ساعة فساعة.
لكن تعشق الله مصر المؤمنة بأهل الله بتات البرعي، تلقى خاشع مدنقر راسه ويطوطح خاشع خشوع شديد. لو زول دق له تلفون بيعملوا في الصامت مهما كان الزول مهم. شوف شوف الفرق بين ده وبين الجبال ذاك مع كلام الله عز وجل. قصيدة البرعي التلفون بيعملوا في الصامت عشان ما يستقبل مكالمات، لأنه بيسمع مصر المؤمنة. أما جبال سورة يوسف بيقول لك وطي عشان يستقبل المكالمة. شوف الفرق. فناس بيخشعوا في الباطل، وشوف أنت مهما خشعت الباطل ده باطل ولا يعلو أبدا ولا يقبل عند الله تبارك وتعالى، حتى لو كان مقبولا عند الناس. كل الناس لو دقوا ختم إنه قصيدة مصر المؤمنة مثلا، كل الناس دقوا ختم إنه القصيدة دي فيها خشوع وقصيدة طيبة وقصيدة تلين القلوب، تأكد تماما إنه رأي الناس ذي الشد عند الله عز وجل ما يسوى شيء، ما يسوى شيء. لأنه التقييم ما برأي الناس، التقييم بمتابعة الشريعة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا سارعوا، التوجيه ده لي أنا ولينا كلنا، سارع بالأعمال الصالحة، ما تبقى كسول في العمل، كما قال تعالى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وربنا قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. خليك ذول دائما في الأعمال الصالحة، خليك قدام وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، خليك قدام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان سباقا للخير، كان سباقا للخير، دائما تلقاه قدام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذات يوم بعد الفجر بعد صلاة الصبح، يقول من منكم اليوم أطعم جائعا؟ فقال الصديق أنا. قال من منكم اليوم تبع جنازة؟ فقال الصديق أنا رضي الله عنه. قال من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال الصديق أنا. قال من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال الصديق أنا. تخيل معي ويا أخي والله تعتار ذاته بتنسى الشغلة دي، الكلام ده الصباح يا أخوان. لكن عشان تعرفوا الناس ذي الكاف كانوا كيف بيسارعوا في الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما اجتمعنا على رجل إلا أدخلنه الجنة، أو قال قيل له من أي أبواب الجنة شئت فادخل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فزول يبادر بالأعمال، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا. انتبهوا الكلام ده كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتن، فتن كثيرة ما شوية. بعدين شبهها تشبيه عجيب، قال كقطع الليل المظلم. فتن زي الظلام بالليل. وانتبه إلى التشبيه ده أخوانا، انتبهوا. الظلام بالليل انت فيه ما بتكون بتميز بين الصح والغلط، أو بين الطريق الصحيح من الطريق الخطأ، بتكون ماشي وتتخبط، مش كده أخوانا؟ في الظلام تفتش كده. تخيل معاي لما تقوم بالليل والكهرباء قاطعة، لو دار النظارة ساي تقعد تعمل لها كده تفتشها بجاي، ومع إنها بتكون قاعدة جنبك ما بتكون بتميز، ما بتميز في الظلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه لك الفتن دي، شبه لك بقطع الليل المظلمة، معناتها دي فتن خطيرة جدا يا أخوان، فتن حتى لا يكاد يسلم منها كثير من المؤمنين ومن الذين ينتسبون إلى طريق الحق والرشاد. فتن عظيمة. من هذه الفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات، وديل الاثنان بيسببوا مرض القلب، والمرض بتاع القلب اللي بيجي من الشهوات والشبهات أخواننا ده مرض ما في علاج له، ولا في مستشفى لا في الأردن لا في القاهرة، ده ما بتعالجه بالطب. المرض المعنوي، ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تقال المرض ده بيجي بشنو؟ ما بيجي بانسداد في الشرايين، لا لا لا، ولا بيجي في مشكلة في الأوعية الدموية أبدا،
ده مرض بيجي بالشبهات وبيجي بالشهوات. شوف الليلة الشبهات كثيرة كيف بالذات في بلدنا دي، والله البلد دي مليانة فتن، نسأل الله السلامة والعافية. شبهات ثقيلة جدا، ناس مختلفين في الله يا أخي، الله عز وجل الخلقون مختلفين فيه والله العظيم. واحدين يقولوا الله في كل مكان، واحدين يقولوا الله ما تثبت له مكان، واحدين يقول لك الموضوع ده اسكت منه اعمل نايم، واحدين يعرف يقولوا لك شنو في الله مختلفين كويس، واحدين يقولوا لك الله يعبدوا براو، واحدين يقول لك الشيخ يعبدوا مع الله، واحدين يقول لك ده توسل بالصالحين، واحدين يقولوا لك كيف كيف فتن، نسأل الله السلامه والعافيه. لو سلمت في باب العقيده خلاص مرقت من الجماعه دي الشت، مرقت من الشيعه، مرقت من الصوفيه، مرقت من المعتزله، مرقت من الجهميه، مرقت من الماتريديه، سلمت من دال يجي يلموا فيك الجماعه. اقبل على دربنا ان كنت حيرانا، اقبل على دربنا ان كنت حيرانا. ده داري سوقك عشان يكبر بيك كومو، انت قال دايرك في شنو؟ هل انت عاجبه يعني؟ لا ما عاجبه والله، داري يكبر بيك كومو، يسوقك اجتماعين ثلاثة اجتماعات ومعاها عشوة في كافتيريا أمواج، خلاص انت بتركب الدرب. لأنه الشاعر قال أحسن إلى الناس تستعبد شنو؟ قلوبهم. ده أسرع طريق إنك تستعبد به الناس، البطل، وما أدراك ما البطل، نسأل الله السلامة والعافية. دال لو خلاص مرقت منهم، لو والله مرقك منهم خلاص، قالوا قلت لهم مع السلامة، لا أنا ما معاكم، ما بتنفعوا معي. يلموا فيك تاني واحدين بيشبههم، يقول لك ومن فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، والله يقول لك إنما تأكل الذئب من القنم القاسية، هو أكبر ذئب، هو والله أكبر ذئب، هو داري أكلك، هو أكعب من الذئب ذاته. أها طيب والجماعة ديتها، يقول لك جماعة السجانة، لا السجانة ولا جبرة ولا المزات ولا الصافية، وين بالضبط؟ إذا تدل أصل لو دار تركبي بمواصلات واحدة ما بتركبي، والله مواصلات زي ما بتركبي. دال يقول لك لا، السجانة المنهج الصحيح الوحيد، هذا المنهج الوحيد السجانة. طيب ما بتاع جبرة برضو بيقول الوحيد، وبتاع الصافية والمزات برضو بيقول الوحيد، انت تمشي لمنو وتخلي منو؟ فتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. وكلهم صدقني دارين ياكلوا بك، والله كلهم دارين ياكلوا بك، وما تتخيل انك تلقى عندهم دين او دنيا، ما بتلقى دين صحيح عندهم ابدا، كل شغل بتاع لخبطة، واي واحد يداري للتاني، داك يصيب بالصحامة ديل يداروا له، ديل يتعاونوا مع البدع داك يداري له، والله ده الفريق بتاع الكورة، اي واحد بيداري للتاني. انت هنا بتكون شغال مروحة، تكون شغال مروحة وسط الجماعة ديل كلهم، تمشي وتجي وما تعرف شنو. دال لو ربنا سلمك منهم تمام 100%، ها تعرف إذا غلبتها لخبطك خليها بالنية، دي نعمة بنجيبها في الحلقة، والله لو سلمت من دال شت تعرف إن شغلة برضو بتاعت لخبطة، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء وما أدراك ما هؤلاء، ينط لك واحد من المناقل، بعد شوية ينط لك واحد من خورطقط، بعد شوية ينط لك ما تعرف واحد من وين، يقول لك لا خريج كلية ما تعرف مكة، خريج جامعة المدينة، خريج الرياض، خريج جدة، طبعا بيجيب لك شهادات من هناك عشان يغشوك بها وتعمل حسابك، ما تتغشى بهذه الشهادات أبدا. فتن كقطع الليل المظلم، والله شغلة عجيبة. وما تسلم من هذه الفتن إلا إذا لجأت إلى الله تبارك وتعالى، والله ما بزول بمرقك من الفتن دي صدقني، لا فلان لا علان إلا الله تبارك وتعالى. عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة نافلة ولا فريضة كان يقول بعد أن يفرغ من صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، في كل صلاة. ما تنسوا الكلام ده يا اخوانا، ده حديث في الصحيح، ما تنسى. استعيذ بالله
احتمي بالله تبارك وتعالى، ربنا هو اللي بينجيك وهو اللي بيمرقك من الفتن دي. ما في فلان، لا شيخ فلان لا شيخ علان، الفتن دي ما بيمرقك منها الا الله تبارك وتعالى. فالجا الى الله واحسن ما بينك وبين الله عز وجل، ينجيك الله تعالى من الفتن، ينجيك الله تبارك وتعالى. زي ما ربنا قال لموسى عليه السلام: ونجيناك من الغم وفتناك فتونا. ربنا نجى موسى عليه السلام من فتن عظيمة جدا. فكل ما أحسنت العمل بينك وبين الله كلما نجاك الله تبارك وتعالى، وكلما عرفك الله تبارك وتعالى عند الضيق وعند الشدائد وعند الفتن. قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. من الفتن فتن النساء، ده كمان حدث ولا حرج، والله ده نسأل الله السلامة والعافية. والله ناس كويس صالحين عديل ما بيسلموا من الشغلة دي، صالحين تب عند الله عز وجل ما يكادوا يسلموا من هذه الفتن. كويس. المؤمنة بأهل الله، هذه القصيدة موجودة في كتاب الله في سنة الرسول. عمل عمل يرون النهار الليلة ويرى. كذلك من هذه الفتن، وده بيدخل في باب الشهوات زي ما ذكرنا الشبهات، يدخل في باب الشهوات فتنة النساء. وما أدراك ما فتنة النساء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالإنسان الواجب عليه أنه يحذر هذه الفتن يا أخوان، تحذر تفر من هذه الفتن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم. قال: وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته إلى نفسها والعياذ بالله، فقال: إني أخاف الله. فهذا يظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فاتقوا النساء، اتقوا فتنة النساء. حصن نفسك لو عندك استطاعة زوج، زوج ربنا حل لك تتزوج أربعة، أصلك ما تقيف لو عندك استطاعة. اللي بيوقفك شنو؟ والله لو عندك استطاعة أعملي أربعة، طوالي ورباط ذاته، طوالي ورباط، ما الاستطاعة موجودة. ما عندك استطاعة أيوة حصن نفسك حتى لو بوحدي، والله العظيم البلد دي مشكلة. هذول لو عندك أربعة في البلد دي مشكلة، والله العظيم مشكلة كبيرة جدا. وانت شايف براك الشارع، الشارع مليان بنات، والله يحيروك ذاته في أي مكان. أنا باقي لنا لو رفعت مناهول، مناهول لو رفعته يمكن تلقى لك واحد مصنقرة جوا، الله أعلم، مناهول بتاع البتاع ده. فالشارع مليان أوس، وما في وازع ديني بيضبط الناس زي إلا من رحم الله. ما في، ماشيين ساي زي البهايم، نسأل الله السلامة والعافية. ساي ماشيين لأنه مجتمع خربان يا أخي، مجتمع ما قادر يتفق في الله عز وجل، يتفق لك في النساء انه يحصنوا النساء صعب جدا. فعشان كده انت تمرق رقبتك وتستعين بالله تبارك وتعالى، كما قال يوسف عليه السلام: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ربنا قال: فاستجاب الله له وصرف عنه كيدهن. تلجأ الى الله عز وجل، ربنا بيصرف عنك، يصرف عنك كيد النساء وغيرهن. ده من الفتن برضو. كذلك من الفتن فتنة المال، ده كمان حدث عنه ولا حرج. المال، وما أدراك ما المال؟ القروش. نحن لما وصلنا مرحلة سميناه الضحاكات، والله يعني زول لو زعلان قدر ما يكون زعلان أمرق له قروش بتلقاه بيضحك تلقائيا من غير ما يحس، براه بيضحك. ربنا قال: وتحبون المال حبا جما. وربنا قال: وإنه، أي الإنسان، لحب الخير لشديد. والخير هنا بمعنى المال بالمناسبة، لحب الخير أي لحب شنو؟
لحب المال لشديد، ربنا قال وأكد، الله أكد الكلام ده بأداة التوكيد، إنه الإنسان بيحب المال حب شديد. لكن شوف أنت ما تخلي حب المال ده ما تخليه يخليك تطغى، كما قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه قد استغنى عن الخلق بالأموال وغيرها طغى وتكبر والعياذ بالله. المال ده ضل ناس كتار، في ناس كانوا ماشيين على الصراط المستقيم فارقوا الصراط من أجل المال، بالذات في البلد دي. انت ما شايف مراكع شغلك كأتمة في البلد دي، والله العظيم تلقى الواحد شغل ما لاقي شغل، زي عمك ده، زي عمك بصلعة في الدنيا ما قادر يشتغل. هسي ده بيقدر يفرش له طماطم؟ ما بيقدر. يقدر يفرش له فحم؟ ما بيقدر. يقدر يشتغل سواق؟ لا. كمساري؟ لا. ترزي؟ ما بيشتغل. خياط نقولتي بتعجيزهم؟ ما بيشتغل. عمك ده ما بيشتغل، لقى الشغله دي كاتمه والبلد براه كاتمه، فقال اصلا طريق انا اقوم اعمل لي ميكروفونات وامشي اقعد في سوق سته، ده اصلا طريق انه ياكل بيه قروش. وانت شايف الان براك بعينك وقاعد تسمع باذانك انه الزول ده بياكل قروش من الحلقه دي، عشان كده ما يقدر يغيب عنا، ما يقدر يغيب، عرفتها؟ لانه الشغله دي عنده باليوميات، ونحن اول ما نمشي بيقعد يشحد الناس، مين يشوفنا خلاص دارين نفوت يقعد يقول للناس جيبوا ادفعوا عشان انا احارب لكم الوهابيه. يا اخي انت ذول بليد سايا، انت دار تحارب الوهابيه بقروش؟ يا ناس في دين بيحاربوا بقروش، دين حق، دار تحاربوا بقروش؟ ما بتقدر والله. فده ضل بسبب هذا، بسبب المال والعياذ بالله. واضف الى المال الشبهات ذكرناها قبل. فالمال فتنه عظيمه يا اخوان، المال فتنه عظيمه. الإنسان إذا ما استخدم المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى فإنه يميل بهذا المال من الحق إلى الضلال والعياذ بالله. يا أخي شوف ناس كتار زي ما قلت لك كانوا على المنهج الصحيح وكانوا على الطريق المستقيم، فلما لقوا الشغلة ما جايبة حقها انحرفوا، انحرفوا عن الطريق المستقيم، آوتهم المنظمات. الواحد تلقى عايش بأموال المنظمات، واحد تلقاه قدر الكرتونة دي، والله لو لبستوا الكرتونة دي يمكن الكرتونة تنشرط. عايش بأموال المنظمات، دول ما قادر يشتغل، ما قادر يشتغل، عرفتها؟ قاعد على المنظمة، والمنظمة في النهاية منظمة مبتدعة وموجهة من جهات مبتدعة، وعليها رؤوس من أهل البدع يديروا ناس في البلد دي، عرفتها؟ لانه لقوا الشغله اسرع طريق في البلد دي طريق المال، نسال الله السلامه والعافيه. ده برضه باب من ابواب الفتن، بادروا بالاعمال الصالحه فتنا كقطع الليل المظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، في يوم واحد يتغير، يوم بس ولا يوم كامل، من الصباح للمساء، الصباح يكون مؤمن، المساء يبقى كافر. والله دي حاجة عجيبة يا اخوان، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق. يا اخي دي شغلة عجيبة، قلوب تتقلب في لمحة بصر، الصباح تلقاه على الإسلام وعلى المنهج الصحيح، تجي المساء تلقاه تغير، تغير عشان تشوف ذاته الأسباب اللي تغير بها، ما هتعرف ذاته تغير كيف، تغير كيف ما تعرف. أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، في ليلة بس، في ليلة واحدة، بالليل تلقاه مؤمن على المنهج الصحيح وعلى الدين الصحيح، تجي الصباح يطلع لك دين يحيرك، إما ينط لك الأيام دي في الفيسبوك ولا ينط لك في الواتساب يحيرك ذاته. أنت ذاتك تقول لي يا ربي ده ياهو ذاته ولا واحد تاني، والله جد تقول ده ياهو فلان ذاته ولا ده ذول تاني، الحصل شنو؟ ينقلب، بس ينوم ينقلب، ولا يقعد ياكل له فطور وغدا ينقلب. يا اخي ناس سريعين الانقلاب بطريقه عجيبه، نسال الله الثبات. كل هذه من الفتن، قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين بعرض من الدنيا. والعرض ده ما تفتكر انه المال فقط، لا، يدخل فيه
جميع عرض الدنيا، المال، النساء، المراكب، السلطة، المساكن الفاخرة وغيرها، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لو ادو ظريف ساي ظريف بس ممكن يتراجع عن حاجات كثيرة جدا، حاجات كثيرة يتراجع عنها. يجي ممكن يزكي لك المشركين، والله يجيبوه في الإعلام يزكي ناس كبار مشركين خارج الملة، يزكيهم لك في الإعلام. في شنو يا ولد الحلال؟ ده باع الدين، باع. انت بس ما حضرت العقد بتاع البيع، انت ما حضرته، لكن جي شفت البيع مباشرة، عرفت؟ يجيبوا لك في التلفزيون ويزكي ديل ويزكي ديك، ومبارح كان بيقول ديل ما نافعين وديك ما نافعين، الليلة بقى يزكيهم ويقول ديل أحسن ناس وديل نحن بنحبهم من زمان وخلافاتنا معهم خلافات بسيطة. نسأل الله السلامة والعافية. فبادروا بالأعمال الصالحة. يجب علينا جميعا إنه نبادر بالأعمال الصالحة ونستعين بالله تبارك وتعالى على هذه الأعمال، ونستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الفتن. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأقدم المتحدث من بعد.